السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم سيارات وكازو، متخصصة في السيارات المستعملة في الجزائر. في هذا الفيديو نهار اليوم جبنا لكم مجموعة من السيارات المستعملة وماركة مروات مرفقة، سيارات جيدة سعرها تبدأ من 109 ملايين وإلى 197 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم دعم القناة وتضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا كل جديد. على بركة الله نبدأ في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو نهار اليوم، فابقوا معنا. نبدأ مع السيارة الأولى في قائمة اليوم وهي بيجو 206 بلس جينيراسيون اني 2013. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.4 75 حصان، لابوط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 173 ألف كيلومتر، لاكاتيغري صافية وطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة متجد لابين ولاية بومرداس، راه مسامو في هاد بيجو 206 بلس جينيراسيون 109 ملايين. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد السيارة نقية. السيارة الثانية هايما ام 3 اني 2015. محرك هاد السيارة جي بي ال، يعني الطوموبيل تمشي بالغاز. قدرة المحرك 1.5 في في تي 105 شوفو، لابوط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 152 ألف كيلومتر، لاكاتيغري صافية والطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من المحمدية ولاية معسكر، وسعر الهايما أم 3 هو 120 مليون بري نيغوسيابل. أي بإمكانكم تجيبوا الطوموبيل بسعر أقل. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهذا الهايما أم 3 نضيفة. السيارة الثالثة فولكس فاجن بولو نوفال تراند لاين اني 2015. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.0 ام بي 75 حصان، لابوط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 173 الف كيلومتر، لون طوموبيل كري ارجون ولاكات كريز صافية. السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من دحموني ولاية تيارت، وسعر هاد فولكس فاجن بولو نوفال تراند لاين 155 مليون بري فيكسي. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، هاد السيارة نقية. السيارة الرابعة كيا بيكانتو بوب اني 2014. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.2 لابوط فيتاس اوتوماتيك. السيارة ماشية 125 ألف كيلومتر، لون طوموبيل غري سوغي ولاكات غريز صافية. هاد السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من ولاية كاسانتينا، وسعر الكيا بيكانتو بوب هو 165 مليون بري نيغوسيابل. أي بإمكانكم تجيبو هاد السيارة بسعر أقل. الطوموبيل فيها صبيعة في اللالا ريار والبارشو كافو، وما عدا ذلك الطوموبيل نضيفة. محرك السيارة امبيكابل، ولا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة الخامسة فورد فيستا تراند لوك اني 2015. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.25 لابوط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 86 الف كيلومتر، لون طوموبيل نوار ولاكات غريز صافية. السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل بير خادم ولاية الجزائر العاصمة، راه مسموه في هاد لافورد فيستا تراند لوك 165 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد لافورد نقية. السيارة السادسة هيونداي جرون ديس اكسترا من 2017. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.2 لابوط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 115 الف كيلومتر، لون طوموبيل كري ارجو ولاكات كريز صافية. هاد السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من الجرار مكوكا ولاية ميلا، وسعر هاد الهيونداي جرون ديس اكستريم هو 179 مليون بري نيغوسيابل. اي بالامكانكم تجيبو هاد الطوموبيل بسعر اقل.
السيارة ما فيها صبغة، محرك الطوموبيل امبيكابل، ولا سسبونس تاع السيارة جيدة. السيارة السابعة داسيا سانديرو ستيب واي يعني 2015، محركات سانديرو ايسونس، قدرة المحرك 1.96 حصان، لابد فيتاس مانويل. السيارة ماشية 55 ألف كيلومتر، لون طوموبيل غريار جون ولا كات غريز صافية. سيارة توتوبسيون، صاحب الطوموبيل برج كيفان ولاية الجزائر العاصمة. وسعر داسيا سانديرو ستيب واي هو 197 مليون، بري نيغوسيابل. أبي بإمكانكم تجيبوا الطوموبيل مبلغ أقل. هاد السيارة دوزيام ما فيها صبغة، المحرك امبيكابل، ولا سسبونس تاع الطوموبيل جيدة. أيضا كنا كملنا معكم كاع السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الأخير ما تنساو ديروا جيم الفيديو، ديروا بارتاج. أركان ملابات تصحاب سيارة راهي كيما العادة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وإلى ملتقى فيديوهات أخرى إن شاء الله حول سيارات مستعملة في السوق الجزائرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.